رسول الله. اثنين عندهم فيروس تي، واحد ضرم وواحد الاب. هو اتصل بكم قال لكم كده؟ لا هو بعد جواب. بعد جواب اه. وبعدين؟ يعني يوم السبت الجواب جاي لي، يوم الاحد مرتب الناس اللي احنا نروحوا. اتفاجئنا ان هو راح راح المستشفى. هو كان موجود فين اصلا؟ الحضره. سجن الحضره؟ وبعدين راح مستشفى ايه؟ الميري. مستشفى الميري؟ وقالوا سبب الوفاه ايه؟ قالوا تسمم في الدم. تسمم في الدم؟ اللي حصل من المستشفى اللي شفته هو حصل جارنا مهندس اسمه حسن محمد حسن، جالي تليفون ان هو توفى وموجود في مستشفى الميري، فروحنا نطلع شهاده الوفاه هناك، فسالنا في المستشفى كان هو بعد جواب قبل منها يوم السبت ان هو مريض وناس معاه اتنقلت معاه في العنبر، عندهم اللي عنده تيفود او عنده سول حاجه كده يعني، جواب بهذا المعنى يعني، فكنا مجهزين نفسنا وقربوا يعني مجهزين نفسهم علشان يخرجوا بزياره يعني، فلما راح اتصل بيهم ان هو راح مستشفى الميري، راح مستشفى الميري قالوا لنا ان هو توفى، طلع شهاده الوفاه، نسال هناك في مستشفى الميري قالوا ايه؟ فقالوا ان هو عنده تسمم في الدم، بالاضافه ان هو كان عنده السكر، السكر عالي عالي جدا، فدواء التسمم سبب وفاته، طلعنا شهاده الوفاه. يعني هو كان في سجن الحضرة ومع ناس كان موجود في سجن الحضرة، وقال ان اخر مرة دخل مع العنبر ناس من هو اصلا جنائي، دخلوا مع ناس سياسيين من الاخوان كانوا يعني عندهم مرض وكده، هو فالظاهر بقى الله اعلم انتقل المرض ولا ايه مش عارف يعني الحقيقة فين الله اعلم يعني. وزارة الصحة بتنفي اللي في حد جه اصلا المستشفى، انت كنت في المستشفى؟ انا يعني كنت في المستشفى، انا مغسله، انا مغسله في مستشفى الميري. تمام.